مع الوحدة مشيت عاد للمحل بغيت نجي للسحور، قالت لي انا قبل لا تير باقي الوقت بلا سيدي رجعت على الشويه لحقيت اشدي الجوج نط عطات لي ناس السحور جا اشدي مع الطري بلي الحق حدا باب اشدي هما شدوني ثلاثة شدوني ثلاثة تاع الناس وكتفوني من يديا وضربوني وجروني داوني اشدي واحد 200 متر عاوتاني كتفوني من رجليا واحد عيط التليفون قال لي واحد شديناه واحد باقي واحد شديناه قال لي واحد باقي ما شدينا بقول عاد واحد السائل عاشي حادي الوالد غرب دقوا عليه عاود عقب عدي واحد جاي ما بغاش يحل علينا قلت له ودي راه ندق عليه حل عليا عاود عقب عدو ثاني دق عليه حل عليه قلت له ضربوه وكتفوه كما لقى عيدك واش يجي عاود يجي داخل لواحد المكازا يا البال عاود يجي تحتك البال توقع الباق حزمني حزم الجاديه واش ليا راه دابا عرفت يدير ليا شي ديال فوق وقاش انا جاي رجعت ريا ما ديش حركات بدي الحركات حتى والو شمع هدومه هما ثلاثه كبار صغار كبار حتى جاد بحال الكويا كبار اجي بحال واش شدونا جيتي كرشوا عليا مزيان العاقل اشدي من اللي كتفوني ثاني بحال الكويا كتفوني حقا من يدي ورجليا بقا كتعاقل انا تحلي حلي القلمه من رجليا ملي حلي القلمه من رجليا اشدي وانا نهول نجي مع الطلوش كنت كركب حليت الباب هاود الخيمه نجي عند الوالد ودري خويا قلت له ودي الشوفار جا وداو الغلم انا زيدي كانت جاراو بحال الطريق الطوموبيل بحال زيدي الكراج ديال الطوموبيل ركبنا جينا سبقنا ماشي جينا جيت سبقنا ماشي ديال كاطنا من جيت جيت الطوق واش كيقول لك وحنا جيت المهم هنا في الطوق حنا لاقا رجعنا ما جيني فتنا ما جينا عزاد الرجع بقى واحد الدري تابع من الطوق عندنا من واحد الطوق بعيد من شويه في الشمال جاو البهيم هما جاو البهيم اش عندهم كاميو كاميو هيا كاميو دابا هو هنايا هزوا شي ديال البهيم جابهم من هنايا الدري بقى تابع من الله شويه حفظ لي ديك النمره ديال الكاميو ملي جينا عزاد بطا من النمره الله ينصر سيدنا محمد السيد الله ينصر سيدنا وبالي دين الحق ضربوك شي ضرب شنو ضربوني شي ضربوني جرحوني من هنايا وخادي رجع راه كاع راه كاع مزلطين وخادي رجع راه كاع ملوحين من هنايا وجرحوني وضربوني الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر محمد السيد
هاد الفيديو اللي غنشاهدو الان هو عبارة عن مجموعة ديال التسجيلات اللي قمت بها انا نبيل عبد الناصر بعد ترسيبي في امتحان التطبيقي للحصول على رخصة السياقة من نوع A، وذلك بتاريخ 12 ماي 2016. وهاد التسجيلات غتبدأ انطلاقا من مدرسة تعليم رخصة السياقة. هنا نشاهد العامل اللي كيشتغل مع سعيد خميس في مدرسة تعليم السياقة، وهذا هو الشخص اللي طلب مني أو بالأحرى اللي رسله سعيد خميس يطلب مني دفع رشوة قدرها 300 درهم لفائدة الموظف المشرف على الامتحان التطبيقي لرخصة السياقة بعد أن تمكنت من اجتياز الاختبار النظري. وهنا كيجي الاعتراف ديال العامل بان موظف كما جا على اللسان ديالو بانه بغى يعكس لك. نحاولوا نرجعوا الفيديو باش نستمعوا مزيان لهاد اللقطة. وهنا كنأكد على مسألة اللي وقعت خلال اجتيازي للاختبار التطبيقي، بأن الموظف طلب مني الجمع بين مناورتين، الأولى هي السير في مسار متعرج، والثانية هي تغيير مستويات السرعة،
والقانون ينص على أن كل واحد يجب القيام بها على حدة ولا يمكن الجمع بينهما. وهنا الموظف كان طلب مني القيام بهذه المناورتين من أجل أن أقع في الخطأ وتمكن من ذلك. وهذا الشخص اللي كان نشاهدوه في الجانب الأيسر للصورة هو عامل تاني يعمل في نفس مدرسة تعليم السياحة. وهذا هو الحوار اللي دار بينا. وهذه عبارة أخرى قالها العامل بمدرسة تعليم السياحة يؤكد على أن هذه المسألة مفتعلة من طرف الموظف من أجل إكراهي على دفع الرشوة. هنا غنشاهدوا مقطع آخر من التسجيلات، وهذا المقطع تم التصوير ديالو بعد أن تم ترسيبي للمرة الثانية في الاختبار التطبيقي يوم 25 ماي 2016، ورجعت إلى المندوبية الإقليمية للنقل والتجهيز بمدينة المحمدية من أجل المطالبة بنسخة من ملف الامتحان من أجل التعرف على الأخطاء التي قمت بها، خصوصا وأن الموظف
قالت لي مدام تسكيني راه حطيت رجلي، اقسم بالله الا وقفت حتى علاش حطيت رجلي، وقال لي مدام تسكيني راه في الاول، قال لي مدام تسكيني راه في الويج، وانا حكيت على الويج قلت لي عمي كاين انت دير سكيني راه في الويج، قال لي انت بعد غادي يدك باش غادير سكيني، واحد الحاجه مع الشبعه جابوا لي الشاب منعوني باش ندوز وانا عندي لي سيرتيفيكا، واحد هنا سمعنا الممارسات اللي تعرضت لها في الامتحان الثاني، وانا هنا مازال في احدى المكاتب رفقة موظفين يعملان في المندوبية الإقليمية للنقل والتجهيز، وسنستمع إلى ردهم وكيف سيتعاملون مع مثل هذه الحالات. وهنا غنستمعوا للجواب ديال احد الموظفين بالقطاع وهو الحاج سهيل. وهنا تجدر الإشارة إلى مسألة مهمة اللي تكلم عليها الموظف، بأن قال بعبارة صريحة ما تبقاوش تخلي واد السيد يصيب الدوسي ومن بعد تخسروه. وانا غنرجع بالفيديو باش نستمعوا لهذه العبارة من جديد. شوف دابا انا ما ناخذش
أيضا أريد الإشارة إلى أمر مهم، هو الأخطاء اللي زعم الموظف بأنني ارتكبتها في الامتحان الثاني التطبيقي، واللي هي بأنني ما درتش السينيال وحطيت رجلي. هي أخطاء لا توجب رسوب المرشح. ما درتي السينيال خصك بديروش ثلاثة المرات عاد تسقط، ولا حطيتي رجلك وانت على متن الدراجة النارية، هذا تا هو ماشي خطأ
كيؤدي الى رسوب المرشح، وانا ما كنتش عارف هاد القانون حتى وقع لي هاد المشكل. عاد بحثت في القانون ديال اجراء الاختبار التطبيقي وعاد عرفت هاد المساله، ولكن كان فات الفوت وما بقى لي ما ندير ديك الساعه. هنا غنشاهدوا مقطع اخر عن ملي مشيت عند رئيس مركز تسجيل السيارات شيف دو سونتر باش نطالبوا بنسخه من الملف ديال الامتحان. وغنشاهدوا الطريقه اللي غيتعامل بها الرئيس. وهنا غنشير لمسألة أخرى، هو بأنه نهار الامتحان الثاني جاء رئيس المركز إلى مكان إجراء اختبار تطبيقي وحاول يمنعني من إجراء الاختبار التطبيقي بدون مبرر، رغم أنني أتوفر على الملف وجميع الوثائق المطلوبة بأنني اجتزت الاختبار الأول، وبغي يمنعني من اجتياز الاختبار الثاني بدون مبرر. وكنأكد بأنه قال لي عبارة صريحة بلا ما نخليوك تدوز ونسقطو، ورغم كفاءتي بأنني اجتزت الاختبار التطبيقي الثاني بنجاح، قام الموظف أزمي محمد بالقول بأخطاء لم أرتكبها وقام بترسيبي في الامتحان متعمدا ذلك ليؤكدوا على عدم كفاءتي بطريقة وإنكار مبدأ طلب الرشوة. علاش ما عمرك شتيني؟ عمرك شتيني؟ لا عمرك شتيني.
وهنا رئيس المركز عيط على السيكوريتي او الحراس الامنيين باش يخرجوني من المكتب. ما عمريش شفت انا كاع. ها؟ انا عمري ما شفت. عمرك شفت؟ صافي صوت ما زيد انا نشوف اسمعك. صافي. ما عمريش شفت انا كاع.